السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في وصفه جديده من يامي بايتس مع اسراء حماد. النهارده عندنا وصفه جميله جدا، عندنا فطاير مورقه احلى بقى من الكرواسون والباتيه والحاجات دي كلها، وسهله جدا يعني هتعمليها بكل سهوله وحشوه اقتصاديه جميله جدا. يا رب الفيديو النهارده يكون سهل ويا رب يعجبكم. لو عجبكم الفيديو اتمنى تعملوا لايك، ويلا نبتدي ونقول بسم الله. احتاج اول حاجه نص كوبايه من الزبادي بدرجه حراره الغرفه، واحط عليه نص كوبايه من الميه الدافيه ومعلقه كبيره من السكر، وعندي نص معلقه كبيره من الخميره الفوريه. هقلب بقى كله مع بعضه، وممكن اسيبهم كده 10 دقائق الخميره تتفاعل، وبعدين اضيف عندي بيضه وتلت كوبايه من الزيت. كل المكونات عندي بتبقى بدرجه حراره الغرفه. هقلب بقى كله مع بعضه كده لحد ما كله يمتزج، وابتدي اضيف الدقيق. هحط في الاول 3 كوبايات من الدقيق، وهضيف عليهم نص معلقه صغيره من الملح، وابتدي اعجني اعجني كده بالمعلقه او السباتولا لحد ما كل الدقيق يتشرب السوائل. واحده بواحده بقى اقعدي اعجني بايديكي، وضيفي دقيق بالتدريج، يعني ممكن تزودي معاكي ربع كوباية او 3 كوباية زيادة، بتضيفيها معلقة بمعلقة كده، لان طبعا الدقيق بيختلف عندنا كلنا في امتصاص المية، لحد ما تبقى معاكي عجينة طرية زي ما انت شايفة كده. غطيها في البولة وسيبيها تخمر ساعة الا ربع او ساعة حسب درجة حرارة الجو. ده كده بقى شكلها بعد ما خمرت. هاخدها كده اخرج منها الهواء، وهبدأ ان انا اقطعها. هقطعها ل4 كور على قد ما تقدري، يبقوا نفس الحجم الاربع قد بعض. خدي بقى كل واحده كده كوريها كويس، بعد ما تكوريهم كلهم حطيهم بقى على طبق يكون تحتهم رش دقيق، وغطيهم استريحوا 10 دقايق، وبعدين نبتدي نشتغل. هاخد بقى اول واحده هرش تحتها دقيق عشان ما تلزقش معايا خالص، وفوقيها رش الدقيق، وابتدي افردي فيها. انا عايزه افردها تبقى سمكها رفيع قوي، عامله زي الرقاق كده. كل شويه تديها رش الدقيق كده عشان ما تلزقش معاكي، وعلى قد ما تقدري افردي. ولو حسيتيها كل ما تفرديها بتكش تاني، يعني سيبيها تريح كمان 5 دقايق كده وارجعي افرديها تاني. انا استخدمت كده النشابتين اللي تستريحي فيها، افردي بيها براحتك. رش الدقيق كده عليها بعد ما فردتها بالسمك اللي انتوا شايفينه ده، وبعدين هطبقها على بعضها. بين كل تطبيقة والتانية اديها رش الدقيق عشان ما تلزقش منك. انا هطبقتها زي ما انتوا شايفين كده، وبعدين هركنها على جنب. هاخد التانية افردها برضو بنفس الطريقة، رش دقيق فوقيها وتحتيها لحد ما تتفرد معاكي بنفس السمك الفطيرة الاولانية بالظبط. انا هعمل الفطاير من طبقتين من العجينة. بعد ما فردتها بسمك رفيع كده، جبت عندي زبدة سايحة تقريبا نص كوباية، وابتدي ادهني السطح بتاعها زبدة على قد ما تقدري كده، كل الفطيرة تتغطى بالزبدة. وجبت بقى اول واحدة انا فردتها، يعني اول فطيرة انا فردتها اللي طبقتها معاكم، زي ما انتم شايفين هي ما لزقتش معايا خالص. ابتدي بقى افردها على التانية، وبعدين ادهنها برضو طبق الزبدة على كل الحروف على كل مكان. ممكن برضو تستخدمي زبدة على زيت اللي يريحك او المتوفر عندك. وبعدين ابتدي بقى لفيها رول على بعضها زي ما انتم شايفين بنفس الطريقة. اخر حتة كده عشان مش متساوية، ابتدي كده شديها بايديكي لحد ما كل العجينة تطلع زي بعضها، عشان ما تبقاش في حتة رفيعة في الجناب، لا دخلي العجينة في بعضها كده. كده خلاص انا خلصت اول فطرتين، هقطعهم كده من النص بيكونوا بنفس الطول قد بعض بالظبط، وهسيبهم يستريحوا جنبي على ما اعمل الفطيرتين التانيين. انا قطعت العجينة ل4 قطع، عملت كده قطعتين، وادي القطعتين التانيين برضو بفردهم بسمك رفيع زي الرقاق. دي اول واحدة، ودهنت كده في النص بقى زبدة سايحة او زبدة على زيت،
وحطيت عليها الفطيرة التانية بنفس الشكل، بيبقوا قد بعض بالظبط، وافرديها بقى كويس عشان ما يبقاش فيه اي تنايات خالص. وبعدين ارجع ادهن برضو السطح ده بالزبدة وابدأ اقلب فيها بنفس الشكل. الرول كده بيبقى ضيق، واخر حتة بحاول ان انا اشدها كده عشان ادخل فيها كل العجينة تبقى بنفس السمك. بعد ما تلفيها كده يقطعيها من النص يبقوا قد بعض وسيبيهم على جنب. هاتي بقى اول اتنين كانوا خلاص استريحوا وبدأوا يخمروا شوية، هقطعهم ل8 فطاير، يعني الكمية دي عملت معايا 16 قطعة. شايفين التوريقة شكلها تحفة جدا. هاخد بقى اول واحدة وابتدي افرديها بالنشابة، تبقى بشكل بيضاوي يعني سمكها رفيع مش رفيع قوي عشان خاطر ما تتقطعش. وحطي بقى الحشوة اللي انت تحبيها، انا حطيت كده جبنة شيدر على جبنة موتزاريلا، واقعدي اضغطي الحروف كويس قوي. ممكن تجيبي شوكة وتضغطيها كويس عشان ما تفتحش منك في الفرن. قطعت البيتزا كده كنت عايزة اساوي الحرف عشان خاطر بس تطلع متساوية. جبت بقى تاني واحدة زي ما انتوا شايفين، لو لقيتيها بتكش منك اقلبيها على الناحية التانية او سيبيها تستريح حاجة بسيطة. وحطي الحشوة في النص دي، في خضار، دي في فراخ، لحمة، وقفلي بقى كويس قوي عشان اللي ما اتقفلتش عندي كويس فتحت في الفرن والجبنة طلعت ساحت منها. على قد ما تقدري قفليها كويس او احسن، يعني انا عملت شوية في الاخر كده بالشوكة، اللي عملتهم بالشوكة ما فتحوش. بعد بقى ما تخلصي اول شوية رصصيهم كده على صينية الخبز، وبعدين نغطيهم يقعدوا 15 دقيقة. وبعدين قبل ما ندخلهم الفرن ندهن الوش بتاعهم. جبت بيضة حطيت عليها معلقة من الزيت ودهنت الوش، وطبعا انا مسخنة الفرن على حرارة 190. وعلى الوش كده قبل ما تدخليها ممكن تحطي حبة سمسم، شوية من حبة البركة، او تسيبيها سادة زي ما تحبي. دخليها بقى على الرف اللي تحت النص لحد ما تاخد لون من تحت، وممكن تشغلي الشوايه حاجه بسيطه لو ما خدتش لون معاكي من فوق. شايفين شكلها عامل ازاي؟ اللي ما اتقفلتش كويس الجبنه خرجت منها شويه. شايفين شكلها تحفه جدا ومورقه والجبنه سايحه جوه. طبعا الحشوة بقى دي حاجة ترجع لك، تضيفي خضار، تضيفي بقى لحمة مفرومة، تضيفي فراخ براحتك خالص. زي ما انتم شايفين مورقة وجميلة جدا، وطريقتها سهلة اسهل كتير بقى من الباتيه والكرواسون والحاجات دي كلها. الوصفة النهاردة سهلة، يا رب تكون عجبتكم. لو عجبكم الفيديو لايك وشير، واستنيني قريب في فيديو تاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.